السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من شريوة أم أناس. اليوم جبت لكم جديد وهو طريقة عمل مكرونة لينغويني مع صدر الدجاج. كتجي جد رائعة. نتمنى يعجبكم الفيديو تعملوا فيديو لايك وتشتركوا في القناة ديالي وكذلك تفعيل الجرس. معلي أنا نقول لكم خليكم على المقادير وفرجة ممتعة. الوصفه ديال اليوم غادي نحتاجو مكرونه لينغويني وهي مكرونه كتعدل طريه ماشي بحال السباغيتي اللي كيكون قاصح للمعتاد اللي كنشريوه من جميع المحلات. هاد لينغويني يعني مده الصلاحيه ديالو كتبقى لشهرين حتى 3 شهور وكيتعدل في الثلاجه يعني ما كيبقاش على برا فحال اخر. هو كيتباع في المحلات الالمانيه جميع المحلات وكذلك يمكن غتلقاوه في المرجان. عندي هنايا الصدر ديال الدجاج، عندي هنايا بصله كبيره مشلضه، عندي هنايا نص فلفله خضراء مقطعه صغيره، عندي هنايا القزبر والمعكنوس وجوج دراس ديال الثوم، عندي هنايا مطيشه كبيره مشلضه اللي ما عندهاش كبيره تنستعمل جوج صغارين، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الطماطم المركزه، وعندي هنايا زبده الطبخ يعني فحال الزيت نباتيه. بالنسبه للتوابل عندي هنايا سكنجبيل طري حيت انا ما عنديش سكنجبيل غبره، اللي عنده سكنجبيل غبره تستعمل غبره، معلقه صغيره. عندي هنايا ملح، عندي هنايا خرقوم معلقه صغيره، ويبزار يعني فلفل اسود نص معلقه صغيره. غنجوز معكم دابا الطريقه ديال الطهو. عندي فواحد المقله تكون غرقه غادي نستعمل هاد زبده الطبخ، نتوما استعملوا زيت نباتي عادي. غادي نشحر البصله والفلفله، غنشحرهم اولا مع جوج ديال الفصول ديال الثومه اللي عندي. اللي عندها ثومه غبره تقدر تستعمل ثومه بودره، تستغنى على الثوم العادي يعني الثوم الطبيعي. صافي غنتسنى غير تهبط لي البصله شويه مع الفلفله، ومن بعد غنزيد عليها الصدر ديال الدجاج. صافي من بعد ما هبطتي البصله والفلفله شويه غادي نزيد عليها الصدر ديال الدجاج. على فكره ملحوظه اللي ما عندهاش صدر الدجاج متوفر في الدار تقدر تستعمل الدجاج العادي يعني دجاجه مكموله وتقطع منها شويه. غادي نعمل الملح، غير الملح وصافي. التوابل هو تنعمل الطماطيشه عاد غنعمل التوابل. غادي نعمل سكنجبيل طري اللي عندي، ثم عملوا سكنجبيل غبره معلقه صغيره. كيف ما كتشوفوا من بعد ما تشحرت لي اللحم ديال الدجاج يعني الصدر ديال الدجاج غادي نزيد الطماطيشه اللي شلت، وغادي نزيد التوابل اللي باقي لي وهو الخرقوم والابزار يعني الفلفل الاسود. الخرقوم يعني هو الكركم باللغه العربيه. كيف ما كتشوفوا راه كتطلق المرق ديالها بوحديته يعني البصل والفلفله كذلك اللحم. المهم دابا المرق ما غادي نعملو لا شي حتى نشوف على حسب عيني ميزاني. صافي غادي نخلي شويش حتى طيب لي ماتيشه واللحم يزيد يطيب حتى هو وتدخل فيه التوابل. من بعد نزيد ديك الطماطم المركزه معلقه صغيره، كذلك الربيع المعكنوس ولا القزبر اللي عندكم. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ديك الماتيشه صافي هبطات لي حتى هي، غادي نزيد دابا الربيع
ديك الطماطم المركزه كانت عندي معلقه صغيره، طلقت شويه ديال الماء، صافي غادي نزيد فيها شويه ديال المرق، غير شويه ماشي بزاف كيف ما كتشوفوا، غير قطيره ماشي بزاف، حيت اصلا اللحم ديال الدجاج والبصل كلشي طايب يعني كيتلاق الماء بوحدو. صافي دابا غادي نعطيها البوطه مجهده حتى تغلي مزيان وتشرب شويه المرق ديالها، غنخلي فيها طبعا شويه صافي، وغندوز نطيب ديك السباغيتي الطري اللي عندي، نوريكم الطريقه ديال الطياب ديالو. كما كتشوفوا انا في واحد الطاجين عملت الماء، ها هو بدا كيغلي، غنعمل فيه شويه ديال الملحه شويه ديال الزبده اولا الزيت، انا عندي ديك الزبده ديال الطبخ. وكيف ما كتشوفوا انا غادي نوريكم المده ديال الطبخ ديال هاد السباغيتي اولا هاد المعجن، هو معجنات ايطاليه 5 دقائق، يعني ماشي بحال السباغيتي العادي، هادو راه معروفين هنايا سميتهم لينغوينو، وحتى المده الصلاحيه ديالهم يعني ماشي بحال السباغيتي العادي اللي كيكون قاصح كيتعطل، يعني مده الصلاح ديالو طويله، اما هذا يلا كتكون مده الصلاحيه ديالو شهرين ماكسيموم حتى 3 شهور، لذلك يعني يفضل يعني ملي تعملوا منه ترجعوهم للثلاجه. ها هما كيف كيجيو عطريين، انا غادي نحسب لهم حدهم 5 دقائق، كيجيو هيدا يعني بورسيون ولا كاش كيقولوا لهم يعني معبر، يعني البنادم يعني وحده يعني بحال كويرات، نتوما كتفصفوهم يعني لكل شخص كويره. انا غادي نستعمل 2.5، هادي النص ديال ديك الكويره، غادي نعمل شويه ديال الملح شويه ماشي بزاف، وغادي نعمل فيهم قطيره ديال الزيت كيف ما ديما، يعني بحال ماكارون ولا سباغيتي العادي، الا هادو دغيا كيطيبوا يعني ما كياخذوش طياب بزاف، يعني اذا دازت عليهم 5 دقائق كيتعلقوا يعني ما كيبقاوش شادين راسهم. صافي غادي نحركهم هيدا، صافي غادي ما غتفوت 5 دقائق، غادي نقطرهم وغادي نسوطيهم في الزبده اولا في الزيت، وديك الساعه نقول لكم الطبق النهائي ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا من بعد ما دازت 5 دقائق صافي ها هما طابوا، يعني ما خصهمش يطيبوا اكثر من 5 دقائق. صافي غادي ناخذ الزيت البلديه اللي عندكم، يعني بغيتوا تعملوا زيت نباتيه اولا زبده اللي بغيتوا، كنعمل واحد شويه كنصوطيهم في هذا الزيت. ها هي شوفوا كيف كيجيو، كيجيو جد رائعين. كتصوتيهم لمدة 2 حتى 3 دقائق ماشي بزاف ولا دقيقة، غيتشربوا ديك الزيت. صافي غنطفي عليه البوطة وغادي نعملو في طبق التقديم. كيف ما كتشوفو من بعد ما عملت ديك السباغيتي الطريف طبق التقديم، غادي ناخذ ديك لاصوص اللي طيبت فيها ديك اللحم، كذلك حتى لاصوص، كيجي جد جد رائع، غير جربوها. كيف ما كتشوفوا هذا هو طبق التقديم ديالي، يعني بصدر الدجاج كيجي جد جد رائع. المهم اذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم، يعني الوصفه ديال المعجنات طريه بصدر الدجاج، عملوا لايك الفيديو واشتركوا في القناه ديالي، الناس اللي مازال ما اشتركوش اضغطوا على زر الاشتراك، كذلك زر الجرس، يعني التفعيل ديالو جد ضروري باش تبقاو توصلوا بكل جديد ديالي ان شاء الله، وكذلك نشروا الفيديو بين الاهل والاصحاب والاحباب لتعم الفائده. ومع بقى لي الا نقول لكم شهيه طيبه والى الوصفه القادمه ان شاء الله.